سويتوا مفخرة لأهلكم، مفخرة شعبكم، مفخرة بلدكم. سبقها يعني إجراءات إدارية كانت لها النصيب كبير في نجاح هذه البطولة، لحقها الجانب الفني من الكادر التدريبي والشباب اللاعبين، وكلكم أديتوا، حارس، أخوان الحراس، شباب اللاعبين، أديتوا بروح عالية، أديتوا بروح قتالية. واحدكم يعني يركض ما تعبان، يريد يسوي شيء لجمهوره، يريد يسوي شيء لبلده. بعدكم شباب وامامكم فرصه كبيره، شعبنا يستاهل انه يفرح. انشغلت الناس وياكم من بدايه البطوله الى يوم التتويج ولغايه الان هم منشغلين وياكم وفرحانين. الان يجوز اذا تمشون بالشارع راح تشوفون الرضا، رضا الناس عليكم كل مكان.